الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، زملائي الأفاضل، باسمي وباسمكم اسمحوا لي وأنا في بيت إخوتي الأستاذ أحمد عبد النعيم نقيب بورسعيد والأستاذ أحمد قزامل عضو مجلس النقابة العامة عن بورسعيد والأستاذة حسناء السمبسكاوي عضو مجلس النقابة الفرعية بورسعيد أحمد الزلاط والأستاذ أحمد الزلاط عضو مجلس النقابة الفرعية عن بورسعيد والأستاذ محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة الفرعية عن بورسعيد إخوتي وأخواتكم الذين احتضنونا على مدار اليومين اليوم والأمس، ولنا عندكم يوم مع النقيب بكرة إن شاء الله. باسمي واسمكم رحب بمعالي نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب السيد الأستاذ سامح عاشور، كما أرحب بأعضاء وهيئة مكتب النقابة العامة مجلس النقابة العامة الذين شرفونا بالحضور. يا معالي النقيب، على مدار مدة المجلس الحالي رأينا أحلاما كانت تغازل مجالس سابقة تحققت في عهدكم وأصبحت في مجلسكم الحالي واقعاً مشهوداً ملموساً يستفيد منه ويشهد له المنتقد والمعترض قبل المتفق والمؤيد. تبدأ بثورة التنقية مروراً بمبنى النقابة الجديد والتجديدات الشاملة لاستراحات المحامين على مستوى الجمهورية، وانتهاءً بالدمغة الإلكترونية. وقد أتت هذه المجهودات ثمرها وشهده المحامون في العلاج وفي المستحق من المعاش. وبما أننا شهدنا أحلاماً تتحقق على يديكم وفي مجلسكم، فإننا نطرح عليكم أفكاراً جديدة وأحلاماً أخرى تراود شباب المحامين موجودين بيننا. معالي النقيب، إن طموح شباب المحامين ليس له حدود، وأفكارهم لا تنتهي، وحبهم للمحاماة ليس له حدود. إننا نأمل في عهدكم أن نرى تحديثاً آخر، ولكن لمكاتب المحامين، يربط بين المكتب وبين المحكمة رباطاً إلكترونياً، وكذلك بين المكتب مكتب المحامي وبين الجهات الحكومية التي أتعامل معها. وإذا كان ذلك يتطلب أن تتغير وزارة العدل وتتغير آلياتها في التعامل وإجراءاتها، فنحن لها، نحن كنا وما زلنا قادة الأمة ووكلائها، فإن بمجهودكم وبمجلسكم الموقر أتخيل أننا قادرون ليس فقط على تحديث مكاتب المحامين، بل أيضاً على تحديث وزارة العدل، كما نأمل أيضاً بربط مكاتب المحامين بعد تحديثها بمكاتب أخرى مثيلة في الأقطار العربية من خلال اتحاد المحامين العرب حتى يتسع المجال لعمل المحامي. فإننا نود من هذه الأفكار فتح آفاقاً جديدة للعمل، خاصة بعد ضيق سوق العمل في البلاد. أطرح عليكم هذه الأفكار سيادة النقيب، ونتمنى أن نراها واقعاً ملموساً في عهدكم وعلى أيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله.